السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بكم في قناة صبر الثقافية في برنامج كل يوم حديث صحيح من كتاب صحيح البخاري، يقدمه الشيخ الواثق بالله. أهلا ومرحبا بك أيها الشيخ الواثق بالله. حياك الله خالد، وشكرا على هذه الاستضافة. سنبدأ درس اليوم في برنامج كل يوم حديث صحيح. ماذا سنأخذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربي العالمين، ثم أما بعد، سوف نبدأ درسنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وسوف نأخذ اليوم الحديث رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات قناة صبر الثقافية.